سيدتي دعينا ندع الروبوتات تنظف المنزل. ماذا؟ أحب مشاهدة الروبوتات تتقاتل في الصباح. اذهبي اذهبي اذهبي. انتظري دعينا نذهب. يا إلهي. حان وقت الاستيقاظ. انهضوا انهضوا. لا أتذكر كم من الوقت لضبط المنبه. حسنا سأخذ هذا. أمي لدي الدلو الثاني. حسنا اذهبي إلى النوم. لديك دلو واحد فقط في الساعة 7:30. أمي هل يمكننا شراء منبه آخر؟ عندما تكبرين وتشتري لنفسك منبها. لا أمي لا أريد ذلك أبدا. أوه والدك مستيقظ. أنا ذاهبة لإعداد الإفطار. صباح الخير. أين ساسوشا؟ حان وقت النهوض. كل منبهاتك رنت. سيدتي إنها بالفعل الساعة 12:00. أقول في وقت متبكر. حسنا لقد استيقظت. لا أريد أن أغسل وجهي. سيدتي ربما غسل البشر. حسنا حسنا سنبدأ. تنظيف الأسنان. أوه لقد تأخرنا عن المدرسة. سأقوم بتشغيل الوضع السريع. قومي بإطفائه. قومي بإطفائه. لا أنا آسفة. حسنا يا إلهي يا إلهي افعلي شيئا. ماذا فعلتي؟ لن أذهب إلى المدرسة هكذا. ليس بجيد. أوه حسناً هنا هنا. ها هي حقيبة مكياجي. ما هذا؟ أوه ليس لدي مكياج. حسناً أعتقد أن هناك شيء ما هنا. أوه أيها الفأر ابتعد. يجب أن أكون جميلة كهذه الحلوى. عيون. سيكون هناك بريق في العيون. نعم إذن سأصبح نجمة. هذه ملصقات جمال. أنت لا تعيشين هنا. نعم
أوه، يوجد تماثيل هنا. حتى أتمكن من الحصول على العديد من الرجال. حسناً، هذا أفضل. هيا هيا، قم بضربه. نعم، هيا هيا هيا، افعل. هيا هيا هيا. سيدتي، دعينا ندع الروبوتات تنظف المنزل. ماذا؟ أحب مشاهدة الروبوتات تتقاتل في الصباح. اذهبي اذهبي اذهبي. سيدتي، برنامجك المفضل بارني على وشك أن يبدأ. لا، دعينا نشغلها بشكل أسرع. حسناً. رائع. أين الروبوتات؟ لقد ذهبوا للتنظيف سيدتي. حسناً حسناً، إذن عليك الذهاب إلى المعركة. لديك خصم جديد. ماذا تعني؟ حسناً، سوف أتعامل مع الأمر. مهلاً، توقفي. صباح سيء. الإفطار. أوه يا إلهي يا إلهي، يوجد زلزال. عزيزتي، ليس لدينا أي شيء. نعم، اهدئي يا أمي، هذه معدتي، أريد أن أتناول الإفطار. حسناً، سأبحث عنه. أوه، مرحبا. ليس لدي وقت، أحتاج إلى حزم حقيبتي. لا يوجد شيء هنا. اغمضي عيناك. أوه، ما هذا؟ إفطار؟ نعم، إفطار حقيقي. نعم، أخيراً سأتناول الإفطار لأول مرة منذ 14 عاماً. أمي، كان يستحق المحاولة. إلى المدرسة. يمكنني أن أقترح عليك إرسال نسخة منك بدلاً منك اليوم. أوه، هذه فكرة رائعة. كنت أعلم أنها ستعجبك. أقترح عليك أن تأخذ اليوم سوشة ذكية. هذا يناسبها. انظري فقط، لا تحصلي على التعادل. حسناً. مرة أخرى، سأمشي كثيراً للوصول إلى المدرسة. اليوم لن نذهب يا ابنتي، سوف نذهب على عربة اليدوية. حقاً أمي؟ حقاً، اغلقي عيناك. افتحي عيناك. ما هذا؟ عربة جديدة مباشرة من المتجر، حتى أنها تنبعث منها رائحة الطلاء. انتظري، سنذهب سريعاً.